Happy birthday to you. اهلا حبايب ماما سيما. اليوم هذا الفيديو شوي قديم، هو بشهر 3 واحنا هلا بشهر 5 بالضبط. صورته وخلص قبل ما ننحجر بالبيت عشان الكورونا بالضبط بيوم، ومن العجقة ما لحقت اخلصه وهلا خلصته. لقيت صار عمره 5 سنين، حبيبي كتير حنون على اخوه الصغير وعم بتعلم الدرمز. والشطرنج وبيلعب وبينام وهو بيحضر او اي مكان. اكتر اشي بينبسط عليه هو ياكل حلو، اي حلو حطوه قدامه دايما بيحب الاشياء الساكية. وبيحب يرقص كتير باي مكان، بالبيت، بالسينما، بالمحل. احنا قبل ما ننحجر بالبيت عشان الكورونا ما عملنا عيد ميلاد كبير، بس عزمنا 3 من اصحابه، بس هدول 3 كل واحد عنده اخو. ويلا نبلش الفيديو. اهلا حبايب ماما سيما، بعرف والله اني انا من يعني متاخره عليكم بالفيديوهات، بس عم بطلع برودكت كثير حلوه. اذا بتتابعوني على الانستغرام بتشوفوهم، رح احط لكم انستغرام تحت. عم نعملنا سلايم كيتس، عملنا سنسري كيتس رينبو، وعملنا كمان الكوكي دو كيتس، وكمان رح نطلع هلا بهذا الاسبوع كمان 200 كيتس ان شاء الله. وكمان في اشياء جاي على ما قريب، تي شيرت، مين جابر بس تي شيرت او ماي جاد او اي شيء، في بروجكت جديد هلا عم اشتغل عليه كمان الاسبوع الجاي رح يكون موجود، فتابعوني. قبل ما نبلش ايش اليوم؟ اليوم رح التصوير رح يكون وين؟ ببيتي. ليه؟ لانه احنا بالاردن لسه عندنا تحفظات عشان الكورونا، ف عم نحاول، انا بحاول ما اطلع كثير بالاماكن العامه او اعمل اشياء هيك كبير كثير. فزي ما بتشوفوا في تحضيرات ايش؟ لعيد ليف عيده اليوم 14/3. اليوم رح يصير 5 سنين، صح زوزو؟ وزوزو عم بيساعد. يا حرام يا حرام، انت لازم تنام انت هلا. فحابه اقول افرجيكم ايش عملنا وايش الاشياء اللي حضرناها. اول اشي رح ارجعكم عن امبارح، بس قبل ما بلش اذا جدار على القناه اهلا وسهلا فيكم، انا ماما سيما، بحب تتابعوني انا وفرح وليت وبيبي زيد، بنعمل دائما اشياء ممتعه على القناه ورح نعمل اكثر تحديات. اذا بدكم اشياء معينه اكتبوا لي تحت بالكومنتس لكل المتابعين تبعونا حبايب ماما سيما، وما تنسوا تشتركوا بالقناه بس تدعسوا على الزر الاحمر والجرس عشان يوصلكم الاشعارات اول باول. رح ابلش لكم. ليت له شهرين محدد انه بده يعمل عيده بتشوكي تشيز وبده يعزم كل اصحابه. انا شخصيا ما بحب الاعياد الكبيره، بحسها ضغط وما بتسلي الاولاد ولا الام بتكون متسليه، فانا كثير مبسوطه اليوم اعمل له العيد. بس كيف اقنعته؟ اول شيء اقنعته انه ابوه حكى له انه في كورونا، واحنا اوريدي كنا حاكينهم عشان ينظفوا ايديهم اكثر والجراثيم وهي الاشياء، فقلنا له انه عشان هيك ما بنقدر نطلع اماكن، فبتحب نعمل شيء بالبيت؟ قال اه. قلنا له يعزم اصحابه؟ قال اوكي، نقى 2 منهم. اوكي تمام، فقررنا نعمل العيد ميلاد لـ2 وعزمت الكوزنز، فطلعوا كلهم يعني تقريبا 10. انا الخميس قررت اعمل العيد، فبعدين صار في عاصفه فلغيت العيد بعد بساعه، فقلت بلاش يكون في عاصفه وكذا هيك، بعدين طلعت العاصفه انه خفيفه. فالجمعه لانهم 2 فكان كثير سهل، قلت لهم يلا نرجع نعمل العيد ميلاد، فقالوا اوكي، ورجعنا عملنا العيد ميلاد. وصلت على الكيك امبارح، قالوا لي اوكي بنقدر نعملها وهلا بدي اروح اجيب. بس انا كنت قايله للي انه لي عيدك تاجل الاسبوع اللي بعده، قال لي اوكي. فهلا لما رجعت له عيده ما قلت له، عملت له اياها سربرايز، فهو ما بيعرف. بيعرف انه هيك في تحضيرات واشياء للاسبوع الجاي بس مش اليوم. بس بدي اقول لكم ايش صار معه امبارح. امبارح اخذنا ليث وين؟ على الصالون. يلا باي باي شعرك. شوفوا ما احلى الحلقة، شو رايكم فيها؟ هاي زوزو. زوزو وين كل حدا؟ وين فرح وليت؟ مش لقيتهم؟ وين فرح وليت؟ هاي
فرح. طب وين ليث؟ وين ليث؟ وين ليث انت؟ هيو ايو ايو يسعدكم. كثير مستعجلين، انا لسه موبايلي فل فعم بحاول افضيه، وهنا عم نعمل هاي البوب كورن، احط لكم اياها بالوصف. هلا الصبح عم نحضر للعيد. زوزو هاي ميلودي ولانيت ساعدونا، بس رح اجيكم الجيف اويز. شو زوزو؟ هاي الجيف اويز بس مخبيتهم عشان هلا عملناها، اورجيكم كيف. هيها كمان العيون حطيناهم عليها، بعدين هاي اللعبة و سلايم بس ستيكرز، بس خلصوا الستيكرز. اه هيا حطيت لانه في نينجاكو، حطيت بس عيونهم على الكاسات على الصحون. جبت هذول كانوا سعرهم دولارين 95، فقلت بلعبب فيها زيت وبحطها ديكوريشن على الطاولة، وجبت هذول عشان يخبصوا بعدين. سنو سترينجز، هو عيد ميلاد لعشرة مع الأقارب والأهل وكل حدا. خبط 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 هون، لا 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 خبط هون هون جايز. Happy birthday to you. Happy birthday dear Leito. Happy birthday to you. Yay! Pizza. 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 Talal. أو إيش من سب pizza اللي بيحب؟ Talal. نعم فرح. ليت مهيص مهيص. هاد أوريكم playroom. لايك بدك تعمل جيف اواي، يلا خذ جيف اواي تايم. جيف اواي تايم جيف اواي تايم. يلا ليك حطهم هون. مين بده جيف اواي؟ انا. يلا شعبة شعبة هاي انا بدي بلاك. يلا خذ البلاك. ثانك يو ثانك يو كل حدا. باي فادي يا زوزو تعال احكي لهم باي. ليث انبسط كتير كتير وانا انبسطت فيكم كتير كتير. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوا تشتركوا بالقناة. بحبكم انا كتير حبايب ماما سيما فرح ليث وبيبي زيد. باي.